ايش تكلم الناس؟ ايش تقول لهم؟ اقول لك الفقير اليوم بهذل النسوان وصيح عليهم دخل السوق. ليش؟ ايش حصل؟ ايش سوى؟ انا ايش اقول لك؟ كان جالس بالدكة حقه. أيوة. وقام لعند النسوان ويصيح عليهن وخاصة حميدة رفع صوته عليه وبهدله. حميدة حميدة عبده ما الذي رفع صوته على امي؟ الفقير عمان اتكلم على امك وبهدله بالسوق صايح. قال لك شعمل صدق لي صاحب التوتم ببقعتهن. انا اوريك يا نعمان. ادم ادم الله يسامحك يا عبده، ما تقدر تسكر فمك انت. وليش عايز تسمع عبده؟ ليش عايز تسمع عبده خبر؟ روح فوق شغلك يلا. طيب ناهي ما عاد جاي يا ولد. ادم متك؟ ايش اللي حصل بيني وبين الفقي؟ ولا شيء. الا في شيء، قولي لي ايش حصل؟ ما بش حاجة يا ابني. وبعدها من الذي حاكك؟ اللي حاكاني حاكاني، قولي لي ايش اللي حصل وانا اسرع علم الادب. يا ابني الله يرضى عليك، بطل مشاكل وارجع البيت. الفقي جلا عندش وصيح فوقش وقال ليش ترفع البساطات صح؟ يا ابني انا ما سكتت ليش؟ وبعد اديت له ملان جلده وقد الموضوع منتهي. لا الموضوع ما انتهاش، وانا ضروري ما اسرع علم الادب. ادم يا رب سترك. يا فقيه، اين الفقيه هذا؟ أين الفقيه هذا الذي ما بيحترمش النسوان؟ كل الفقيه الذي بيهجم على النسوان يجي لا عندي وأنا شتفاهم معه. بتفهم؟ اهدى يا آدم اهدى، اهدى خلنا نفهم الموضوع نعرف إيش اللي حصل. إيش من موضوع هذا الموضوع ما يتفاهمش فيه؟ يا أخي مرد دوبك الفقيه سرح يبيع الواحد أراضي مدرانا. أنا سير الله لا رده ويعني أرجع. والله ما لي علم إحنا سنقع يا أخي. والله يا آدم قل له إن الموضوع هذا ما عنكسيش وإني ما راحت ليش. والذي عرش امي بالماء شهر شوف بس دم. بتفهم؟ تمام خلاص ادم خلاص يا ادم خلاص يا ادم وعملت تبه خلاص خلاص كل رش بالدم والدم مع معابدكم هنا. يلا كل واحد على مرته سكع على امشي لك يا عبد الخبار دم للشيطان. عملتونا يا حبيبي دم فقير.